ممكن تحكي وياي يهددك ما له علاقة بالقانون. أنا قدامك أحد الموظفين الصغار في مجلس النواب العراقي استضافيناهم، هو يكون ابن أخ مسؤول حكومي سابق في حكومة السيد الكاظمي، هددنا عشائريا بالمجلس هددنا يعني تكلمنا قالت انت مبتئز انت حرامي انت كذا، انا شو شرد احكي وياك يعني مثلا اذا انت حرامي اثبت لي انك حرامي انك سارق يعني شو شو اصرف وياك، اقول لك انت خوش ولد خوش ادمي خو مو منطقي. أنا نوبات هم الغيرة تصعد عندك إلى مرحلة بعد ما تتحمل إنه واحد تكرم يعني حشاك أمامك جالس يكون سارق وأنت ما تقول له سارق، أقل لا تقول له سارق حتى تخزيه قدام الناس. من لما توصل حالة لموظف بسيط يخرج من قاعة مجلس النواب العراقي ويصرح ويقول ويجيب عشيرته وعمامة تعال روح سوي قوامة لعضو مجلس النواب العراقي، شنو هذا؟ هذا من يا دولة من يا قانون من يا من يا من اللي وهو عمه سارق وعاث بالأرض فسادا واليوم عليه أوامر قبض وإلى آخره. فلذلك سووا لهذا بعدين يعني أنا قدمت به لجنة تحقيقية ونقلته وقدمت به للنزاهة، تدري يعني دوري رقابي تشريعي، أنا ما أروح أذهب إلى الأمور اللي هي مو قانونية، أنا أذهب إلى الأمور القانونية. أنا باعتبار مدني رجال المدنية عندي سلوك مو زي يعني مو أروح البزاي وأقول أنا مدني، أنا رجالي سلوكي مدني. فلذلك رحت إلى مبدأ الأمور القانونية وقدمت بي تقرير إلى هيئة النزاهة وقدمت بي كتاب إلى الدائرة مالته وإلى آخره لحد ما نال جزاء. طبعا أعتقد هسه أقل أكثر ماكو مشكلة، لكن المهم لما يروح يفتر هو عشيرة ومعقلين وشيوخ ومدري شنو تعالوا خذوا لي سووا لي قوامة لأنه حج عليه وقال كذا، هاي أنت شلون تعبر دولة بهالطريقة؟ دولة تحميك بالقانون من هذا الإجراء؟ والله شوف يعني اليوم بالعراق نعتمد على القضاء أستاذ نجم حتى أكون منصف، إحنا اليوم كمجلس نواب القضاء هو اللي الركيزة ماتنا الأساسية اللي ممكن نعتمد عليها اللي ممكن نصد به الآخرين. هسه مرة يكون رد قوي من القضاء، مرة يكون الرد مو قوي حسب قناعة القاضي، كثير من القضايا ذهبنا بها القضاء وللأمانة أقول أنصفنا القضاء وأنصف أخواننا الآخرين وردع بعض الفاسدين.